مسألة معروفة. أنا عارفة. طيب يلا. هناك بقى جامد ها؟ مش وش بقى من غير ما تبدأ. أربعة. أعمل إيه؟ 23. أعمل إيه؟ واحد. أدي واحد. اتنين. أدي اتنين. تلاتة. تلاتة. أربعة في صندوق. لا ما فيش صندوق. أهو. لا هقول لحضرتك على حاجة. أربعة أنت هنا. أربعة أهو. هنا. أربعة هنا. وعلى سبعة وعشرين ها؟ أوكي. وتفتح الصندوق وتشوف فيه إيه. ما تخافش عليها كلها حاجات بسيطة. مش معقول إحنا جايبينك مضايقك يعني. إيه بقى؟ ما مش هينفع ولا بثلاث تعريف. ايه بقى اللي حصل؟ والله اللي هو ماشي ايه ده؟ مثل مطرحك. مطرحك يا باشا. يا ناس اللخمه السودا دي. يعمل ايه؟ مثل مشهد من مسرحيه. اه. قول حاجه بقى. يلا علاء. امثل مشهد من مسرحيه. اللي يعجبك ان شاء الله تكون انت عملتها. ما ينفعش بجد امثل مشهد من مسرحيه. لا مش مشهد بقى. قول لنا كلمتين. يعني كلمتين. قول لنا حاجه لطيفه علاء. حاجه لطيفه؟ قول لنا علاء حاجه لطيفه. حاجه لطيفه. عايز تغني علاء؟ طب اعمل ايه؟ لازم اعمل حاجه دلوقتي. يا تغني يا ترقص يا تعمل مشهد. يا تحب ترقص؟ لا ارقص فين؟ تغني. اغني. اه طب قولي حاجه اغنيها. غني. قولي لي اغني. قولي اغني. هو شريف منير قال لي تملي في قلبي. قال كده اهو. تكون حافظها حلوه. اه حاضر. طيب هقول لك ايه مثلا؟ هقول لك اهواك واتمنى لو انساك ولو راحت تبقى فداك وكل سنه طيبين.